أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة للحرب الهمجية التي يقودها الكيان الصهيوني على سكان قطاع غزة، والتي بانت من أول يوم أنها إبادة جماعية في حق المدنيين في قطاع غزة. في اليوم 81 نرصد آخر التطورات الميدانية وتبعاتها السياسية في هذه التغطية، التي أرحب باستضافة نادر القيسي ممثل الجبهة الشعبية للتحرير الفلسطيني هنا في الجزائر. أهلا بك سيد نادر القيسي. أهلا وسهلا فيك وبمشاهدينك الكرام. أهلا. وأيضا يلتحق بنا من رام الله عبر سكايب دكتور عدنان نعيم، المحلل المختص في الشأن الصهيوني. أهلا بك دكتور نعيم. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين الكرام. أهلا. ربما قبل بداية هذا النقاش لا بأس أن نذكر بآخر حصيلة لشهداء غزة، التي بلغت إلى الآن نحو 20,915 شهيدا وأزيد من 54,918 مصاب، ناهيك عن الأخبار الواردة من قطاع غزة والتي تتحدث عن ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني أزيد من 18 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 241 شهيدا بالإضافة إلى مئات المصابين. ولا بأس نبدأ بآخر التطورات سيد نادر القيسي. الكيان الصهيوني يواصل تصعيده ضد المدنيين، وواضح أنه ذلك بعد فشله في تحقيق أي انتصار ميداني. هل سيواصل هذا الكيان بهذه الوتيرة وهذه المجازر بهذا العدد الهائل؟ بداية شكرا لكم لاستضافتكم، وبنحيي ضيفكم الكريم الأخ عدنان نعيم. نعيم. من فلسطين الحبيبة. نترحم في البداية على أرواح شهدائنا الفلسطينيين، كان في غزة ولا حتى في أيضا الضفة، التي أيضا تواجه عملية إبادة جماعية ممنهجة بطريقة احترافية من قبل هذا الكيان الصهيوني. هذا الكيان الصهيوني طبعا مستمر في هذه الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة. هذا شيء دل على شيء، يدل على أن مقاومتنا الباسلة بالأساس على الأرض قد أضاقته الويل، فيتجه باتجاه المدنيين. وتعودنا على هذا العدو الغاشم النازي البربري بأنه دائما وأبدا يستهدف المدنيين في كل الحروب التي خاضها، لكن هذه الحرب حقيقة بأنها حرب إبادة شاملة طالت البشر والحجر والشجر وكل شيء، يحاول أن يجعل غزة عبارة عن مكان غير آهل للسكان وغير قابل للحياة، من أجل أن ينفذ مشروعه التهجيري الذي يرفضه شعبنا. ومن بهذه المناسبة بنحيي شعبنا الفلسطيني في غزة الذي وقف وصمد في أرضه ووقف لهذا هذه المؤامرة من أجل أن يخرج من أرضه، ويرفض أن يكون هناك نكبة أخرى نفس نكبة 48 وبوصلة هذا الشعب الصامد الأبي البطل، أنه بوصلته هي فلسطين والأراضي المحتلة في 48. لأن قطاع غزة أخي الكريم ومشاهدينا الكرام هو عبارة عن مزيج من ملاجئين فلسطينيين هجروا من أراضيهم
في 48. الحقيقة أخي الكريم بأن هذه المجزرة وهذا هذه المجازر الهائلة التي حقيقة فاقت الخيال، يعني تحصل أمام أعين هذا العالم الذي حقيقة تخلى عن الشعب الفلسطيني الذي يتغنى بالديمقراطية ويتغنى بحقوق الإنسان، ولكنه يقف أمام الشعب الفلسطيني وأمام نضال هذا الشعب الفلسطيني. فالتحية كل التحية إلى شعبنا الفلسطيني. نعم سيد نادر، يقف الشعب الفلسطيني وسكان الضفة وكما القطاع في وجه هذا الاحتلال. سيد عدنان نعيم، على ضوء التطورات في قطاع غزة، كنا نسمع قبل أيام الحديث عن مرحلة ثالثة للحرب من طرف جيش الاحتلال، لكن الآن القناة العبرية 12 تتحدث على أن الجيش أو جيش الكيان يستعد لتغيير خطته في غزة لإدراكه أن المقاومة لن تهزم إلا بحرب استنزاف طويلة. في رأيك هل نحن فعلا أمام مرحلة يفكر فيها العدو الصهيوني في تغيير الخطة، أم هو ضمنيا إعلان هزيمة؟ وبدأ في الخطة منذ أيام، ولكن وهي الخطة التي تقول تقليل الضرب العشوائي والتركيز على أهداف محددة، وهذا أحد أسبابه. على كل حال نفاذ ذخيرة TNT اللي بيصنعوا فيها المتفجرات من العالم في كثير من الدول، وإسرائيل غير قادرة تحصل عليها بسبب الحرب الأوكرانية وغيرها، هذه تقديرات جنرالات إسرائيلية. ولكن في تكتيك المرحلة والحرب والعدوان، صمود المقاومة ثبات المقاومة هو الذي جعل كتيبة جولاني تنسحب، والذي جعل إسرائيل تدفع بثلاث ألوية كبيرة جدا. صمود المقاومة وخبرتها وجسارتها، أصبحت المقاومة على درجة عالية من الخبرة والجسارة وتطوع عملياتها وتكتيكاتها مع واقع العدوان الغريب عنا الكيان الصهيوني. هذا التغيير تكتيكي وليس جوهري. ما زال نتنياهو، ما زال جنرالات الحرب مع العدوان، بالرغم أن الكثير من ضباط الإسرائيليين يقولون بملء الفم، يعني مثلا دان حلوتس وهو رئيس هيئة أركان سابق يقول خسرنا الحرب ومطلوب رحيل نتنياهو. كبار الضباط يقولون إسرائيل بعيدة عن أي تحقيق لصورة نصر واضحة استراتيجية. ومع ذلك في خطابة للكنيسة اللي هي برلمان الصهاينة، نتنياهو أول أمس أصر على الاستمرار في العدوان رغم مناشدات واحتجاجات أهالي الأسرى الصهاينة، ورغم حديث رئيس المعارضة لبيد بالقول أن سنوار وغيره يمكن قتلهم في أي فترة ممكنة، ولكن علينا إخراج الأسرى بأسرع ما يمكن. نتنياهو لأسباب الشخصية ولأسباب أخرى يريد الاستمرار. سيذهب أعتقد وزير التخطيط الاستراتيجي إلى أمريكا غدا، سيصل وسيجري مباحثات حول المرحلة المقبلة للعدوان والتي جوهرها ضربات دقيقة. ولكن إسرائيل تدرك تماما أن استمرارها في الحرب وتغيير التكتيك من هذا الشكل إلى شكل حرب العصابات. حرب العصابات يعني زج بالكثير من الجنود المشاة في أرض المعركة، وهذا بالتجربة خلال 80 يوما فشلت إسرائيل وتكبدت خسائر كبيرة. وإسرائيل لا تريد، وأمريكا من خلفها لا تريد أن تتعلم من تجارب غيرها. اليوم أمريكا ترفض تزويد إسرائيل بطائرات هليكوبتر مروحية دقيقة، وأخرت تزويدها بالسلاح، وحتى أمريكا أصبحت تنزعج من إسرائيل رغم أنها ما زالت تدعمها بالحرب. سوف نأتي سيد نعم سيد نعيم، سوف نأتي على الدور الأمريكي، ولكن دعنا نبقى دائما في المقاومة هناك في غزة. والعودة هنا إلى نادر القيسي. سيد نادر القيسي، تحدث القناة العبرية 12 عن حرب استنزاف طويلة كخطة بديلة للحرب الحالية. في الجهة المقابلة، هل المقاومة مستعدة لحرب استنزاف التي يتحدث عنها هذا الكيان؟ هل هو مستعد وهو القادر على مواجهة حرب استنزاف طويلة في ظل الحصار الذي نعرفه، الحصار المطبق على قطاع غزة؟
الحقيقة أخي الكريم بأن المقاومة بالأساس يعني من 7 أكتوبر قبل أن تقدم على عملية طوفان الأقصى هي وضعت كل الخطط البديلة لاجتياح لقطاع غزة، وتمتلك ترسانة عسكرية من أجل أن تطيل أمد هذا الحرب، لعلمها وقناعتها بأن هذا الكيان الصهيوني وجيشه الغاصب لا يستطيع أن يخوض حرب طويلة الأمد، وأن هذا الجيش متدرب بالأساس على الحروب التقليدية، ولكن المقاومة الفلسطينية من بداياتها وهي تخوض يعني حرب العصابات ومتمرسة فيه، فما بالك المقاومة الفلسطينية في غزة، أصحاب الأرض الموجودين على موجودين تحت الأرض وفوق الأرض، والحاضنة الشعبية لهم هي الأساس اللي هي الشعب الفلسطيني. لاحظنا جميعنا بأن هذه المقاومة بتكتيكاتها الجديدة وتصوير عملياتها بالأساس الذي أبهر العالم وأبهر حتى الصهاينة بالدقة في تنفيذ العمليات. نؤكد لك أخي العزيز بأن كل الترسانة العسكرية التي تستهلك واستهلكت في 81 يوم، أنا أؤكد لك بأنها 85% من مستهلكات هذه تم تصنيعها مرة أخرى، والمقاومة بخير، والمقاومة حقيقة بأنها تسير الأمور على الأرض بشكل ممتاز، إن كان عسكريا أو إعلاميا أو حتى نفسيا باتجاه العدو المهزوم. وهذا ما يؤكد بأن هذا الكيان الصهيوني حقيقة لا يظهر أبدا إلى المجتمع الصهيوني الحقيقة، حقيقة المعارك على الأرض، إن كان هذا من عدد الآليات المستهدفة، إن كان من عدد القتلى، إن كان من عدد الصواريخ التي تقصف المغتصبات الفلسطينية. هناك تعتيم إعلامي على المجتمع من أجل أن يحافظ على النسيج الاجتماعي الصهيوني، ولهذا يعني حقيقة نجد بأن الصهاينة كاملة أن المجتمع الصهيوني يلجأ إلى القنوات التي تتبع المقاومة ويلجأ إلى السوشيال ميديا من أجل أن يأخذ الأخبار الصحيحة. صحيح. التي يروجها المقاومة. من هون يعني حقيقة بأن المقاومة الفلسطينية تسير هذه المعركة إعلاميا باحترافية عالية، يعني يشهد لها كل الداني والقاصي. سيد نادر القيسي، رغم ما تفضلت به وأشرت به في خصوص التعتيم الإعلامي والرقابة العسكرية على المادة الإعلامية الخاصة بهذه الحرب، إلا أن هناك أصواتا داخل الكيان الصهيوني يتوجه بسؤالي للدكتور عدنان نعيم. دكتور عدنان نعيم، رغم كل ما أشار به إليه ضيفي هنا بخصوص التعتيم الإعلامي والرقابة العسكرية على المادة الإعلامية الخاصة بهذه الحرب، فإن أصواتا كثيرة تتصاعد وتتعالى حتى داخل وسائل الإعلام الصهيونية، وكنت أشرت في الحقيقة أنت في بداية حديثك عن تصريح رئيس الأركان السابق دان حالوتس بخصوص أن المقاومة انتصرت في الحقيقة في هذه الحرب، وأن الانتصار الوحيد هو استبعاد نتنياهو من مكانه. في رأيك ما دلالات أو ما تدلل هذه التصريحات المتكررة والمتوالية من مسؤولين عسكريين سابقين وحتى من مسؤولين سياسيين، ماذا تدلل على بخصوص انعكاساتها على الداخل الصهيوني أيضا؟ تدلل على تصدعات جدية، تدلل على ثغرات جدية في المواقف الصهيونية، خلافا لما كان في الأسابيع الأولى من العدوان، كان تماسك الجبهة الداخلية الصهيونية من الجيش والأمن والسياسة والمجتمع الصهيوني. اليوم هناك تصدعات في الجمهور الصهيوني، تصدعات عند ذوي الأسرى في المستوى السياسي، في المستوى الأمني نفسه. يعني أمس رفض نتنياهو تكليف رئيس هيئة الأركان
بمفاوضات بإجراء مفاوضات مع رئيس الموساد بشأن المختطفين، نتحدث معه مباشرة، ممنوع تجري مباحثات فردية أنت ورئيس الموساد، بمعنى صار هناك تشكك وعدم ثقة وأزمة ثقة ما بينهم. أمس تحدثت أن زعيم المعارضة قال بشكل واضح علينا إيقاف العدوان، إسرائيل في طريقها لإنهاء العدوان، وأنا بدلل على اقتراب نهاية العدوان وعدم استعداد إسرائيل لحرب برية، يعني حرب عصابات ميدانية، لأكثر من سبب. أولا إسرائيل أعطت توجيهات بتقليل عدد الجيش النظامي، ما زال المستوطنون في شمال فلسطين، خارج شمال فلسطين وما زالت خالي شمال فلسطين. أمريكا رفضت تعطي طيران لإسرائيل. اليوم تناقش مقترحات مصرية وغير مقترحات مصرية في إسرائيل لما بعد العدوان، ووزير الاستراتيجية الصهيونية في أمريكا قريبا سيناقش ما بعد العدوان وإطار سياسة تقبله إسرائيل. بمعنى هذه مقدمات لنهاية العدوان، ومقدمات تشي بأن إسرائيل لن تقدم على حرب عصابات. إسرائيل بتجربتها وخبرتها، وليس أنا ما أتحدث، ولكن الخبراء العسكريون يقولون أن طالما تدخل جيش نظامية إلى المناطق السكنية فهي خاسرة، في الصومال، في لبنان، في العراق، في أفغانستان، في فيتنام، كل الدول التي خاضت حروب عصابات مع جماهير شعب محتل خسرت. إسرائيل ستخسر، وواقع الحال سيدلل أن إسرائيل ستخسر معطيات المعركة. المفاوضات التي رفضت المقاومة التعاطي مع الشروط الإسرائيلية وقالت الكل مقابل الكل وتوقيف العدوان، هذا مبعثه قوة ميدانية، تماسك في النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ثبات المقاومة وفي تكتيكات المقاومة. السؤال اللي ممكن نسأل للعالم، إذا فيتنام دفعت 3,600,000 شهيد، هل مطلوب من الفلسطينيين من أجل التحرر والخلاص من الاحتلال أن يدفعوا هذا الثمن من الشهداء؟ هذا السؤال برسم الإجابة من الأنظمة العربية، الدول العربية، المجتمع الدولي. ما يحدث في غزة أكثر من مجاعة. تحدث أمس ممثل المنظمة الدولية للغذاء العالمي وقال أن في غزة بعض الأحيان وجبة واحدة وفي أيام يومين أو 3 أيام بدون طعام، المستشفيات مدمرة. تقرير الأكشن آي تحدث عن أكثر من 1400 امرأة تلد ولا تجد العلاج الطبي لمولودها الجديد، والحوامل أيضا لا تجد العناية والرعاية الطبية، مع أكثر من كارثة. هل مطلوب من الفلسطينيين أن يدفعوا أكثر من هذه الدماء حتى نتحرر، حتى يقتنع هذا المستعمر المجرم الفاشي؟ أريد أن أقول شيء، إسرائيل بتصرفاتها فقدت منظومة ما ادعت أنها دولة. أنا مقتنع تماما أن إسرائيل مجموعة عصابات أسست دولة، ولكن في وجهة نظر المجتمع الدولي هي دولة. هذه الدولة بعربدتها وتصرفاتها الهمجية والعدوانية تفقد كافة القيم الأخلاقية سواء السياسية أو العسكرية. ماذا يعني رئيس البرلمان الصهيوني هيرتسوك يكتب على صاروخ أثق بكم؟ ماذا تثق؟ تثق بمن؟ تثق بأن هذا الصاروخ سيسقط على الأبرياء؟ أمس واليوم طلبوا من الأبرياء مغادرة الأماكن والتوجه إلى مناطق بعيدة عن العدوان، وبالوقت الذي تحرك الأبرياء المدنيين من الأماكن المتواجدين فيها في الشوارع تم قصف الأبرياء، وبعد طلب الإسرائيليين منهم مغادرة الأماكن. ماذا؟ هل هذه دولة؟ هل هذا جيش منظم؟ هل هذه أخلاق؟ تحت مرأى ومسمع من العالم، الدول العربية تصمت، المجتمع الدولي يصمت رغم كافة التقارير الدولية أن هناك أكثر من كارثة، هناك عدوان. إسرائيل تجردت صهيونية من مفهوم كونها دولة كما تدعي أمام العالم، وعادت إلى طبيعتها كعصابة. إسرائيل تتصرف اليوم بكل معنى الكلمة عصابة. نعم. إجرامية. سيد عدنان، لا تنظر إلى الأطفال، لا تنظر إلى الأبرياء، لا تنظر إلى المستشفيات. سيد عدنان، نعم، تطلب من الأبرياء مغادرة الأماكن، أماكن تواجدهم، وتقوم بقصف. صحيح. وليست هي في الحقيقة ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الكيان على ما ذكرت، وربما نبقى دائما داخل الداخل الصهيوني والقيادة السياسية وعلى رأسها
نتنياهو. نتنياهو في ظل ما ذكر ضيفي وذكرتهم أيضا وما علق به رئيس أركان سابق عن الهزيمة وعن انتصار المقاومة الفلسطينية، هل ما تزال بيد نتنياهو أوراق للمناورة وإطالة عمره السياسي، أم أنها أوراقه نفذت وهو أمام مصيره المحتوم؟ الحقيقة يعني من بداية الحرب مش البرية، يعني من بداية العدوان على القطاع الحبيب، كان الهدف من هذه الحرب وبعد هزيمة 7 أكتوبر في طوفان الأقصى، ومن أجل أن يهرب هذا رئيس الوزراء وحكومته، أن يهرب من العقاب ومن المحاسبة، اتجهوا باتجاه العدوان البربري على قطاع غزة من أجل أن يطيلوا أمد حكومتهم بالأساس، لأن هذه الحكومة من بداية ما انتظمت كان هناك تقريبا شبه إجماع عالمي وليس حتى يعني عربي أو فلسطيني على أنها حكومة متطرفة، وكان هناك عدم استقبال لكثير من الوزراء، وزراء المتطرفين مثل بن غفير ووزير المالية إلى هذه الوزراء. حقيقة بأن هذه الحكومة هي حكومة متطرفة، ويعلمون علم اليقين إن كان هم ولا نتنياهو أنه اليوم الذي سوف توقف فيه الحرب أوزارها ويوقف إطلاق النار، سوف يذهب نتنياهو وزوجته ومن لف لفيفه إلى إيش؟ إلى المحاكمات وإلى السجن. فكل هذه إطالة أمد الحرب من أجل أن يبقي نتنياهو على حياته السياسية. حقيقة إنه المعادلة الحقيقية في هذا الصراع كامل أخي العزيز هي صمود شعبنا الفلسطيني، صمود المقاومة وصمود محور المقاومة، الحقيقة التي يجب أن نضع الضوء عليها بأن محور المقاومة، ومن خلالكم بنحيي يعني حقيقة اليمنيين الذين قلبوا المعادلة ووضعوا معادلة جديدة استراتيجية في الصراع العربي الصهيوني، وحتى وضعوا حد إلى الصراع العربي والفلسطيني الأمريكي، لأنهم وضعوا أمريكا أيضا في صفاف الأعداء. المقاومة التي وضعت التهجير مقابل التهجير، الكيان الصهيوني حاول أن يهجر شعبنا الفلسطيني في غزة، وحاول ويحاول أن يضع المخططات من أجل أن يهجر شعبنا الفلسطيني في الضفة وفي الداخل، ولكن المقاومة ومحور المقاومة وضع التهجير في الاتجاه الصهيوني. بنلاحظ بأن هناك ما يقارب، ما عندي يعني الإحصائيات، ولكن أكثر من 2.5 مليون صهيوني مهجرين في داخل هذا الكيان، إن كان بالشمال ولا في الجنوب. العدوان الموجود في غزة حقيقة زي ما تفضل أخي الفاضل يعني عدنان، غزة يا أخي لا يوجد فيها أي مكان آمن. يطلب الكيان الصهيوني، يطلب من المدنيين أن يخلوا بعض الأماكن ليذهبوا إلى أماكن آمنة، ولكن يقصفهم وهم خارجين، يقصفهم وهم في الطريق، ويقصفهم عندما يصلون. فهذا الكيان حقيقة حتى من يقف وراءه المتصهينين إن كان بايدن أو الدول الإمبريالية حقيقة فاقوا الخيال، يقصفون المدنيين في بيوتهم، يقصفوهم بعد أن يدفنوا تحت البيوت، يدفنوا الشهداء وبعد ذلك يقصفوا المقابر، وأيضا يأتوا وينبشوا المقابر حقيقة. وهذا الموضوع يعني موضوع خطير جدا، يقودنا إلى شيء أكبر من هذا العدوان، ألا وهي عملية الأعضاء البشرية حقيقة. لأن الشهداء الفلسطينيين تم أخذهم عدة أيام، وبعد ذلك يعودوهم ويتصلوا مع الصليب، مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ويدفنوا هؤلاء الشهداء دون
الاطلاع على هؤلاء الشهداء. قضية بدأت تثار بقوة في قضية سرقة أعضاء الشهداء، ولكن ربما دعنا سيد نادر القيسي نبقى في الميدان ونبقى أيضا في الشأن السياسي، والعودة إلى الدكتور عدنان نعيم من رام الله. دكتور نعيم، كنت أشرت في حديثك أيضا في البداية عن زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني إلى واشنطن، وهو من المرتقب أن يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن. من بين ما رشح حسب المصادر التي أعلنت عن الزيارة، فإن الوزير سيناقش مع واشنطن أو في واشنطن خطة تقليص الحرب على غزة والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة بحلول يناير. في رأيك هل هذه هي الأجندة الحقيقية أم أن هناك أجندة أخرى لم يتم الإعلان عنها؟ يعني بتصور هذه جزء من الأجندة الحقيقية. لا نعرف ماذا تترتب أمريكا وربيبتها إسرائيل في المنطقة من وراء الكواليس، ولكن ما يرشح للإعلام وخفض العدوان، مش معناه خفضه، هو تنظيمه أكثر دقة وتزويد إسرائيل بالسلاح، لأن أمريكا لحد الآن ترفض تزويد إسرائيل بالطائرات. والحديث عن سيناريو ما بعد أي نظام المعضلة الجوهرية يا أخي في السياسة الأمريكية، عندما بدأ العدوان اعتقدت إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الغربية أنه سيتم سحق المقاومة وسيتمشى الجنود الإسرائيلي براحتهم في قطاع غزة وسيتم اعتقال رموز المقاومة وتحرير الأسرى الصهاينة، وبالتالي فرض أي نظام سياسي تختاره إسرائيل. لكن انقلب السحر على الساحر، ولم تستطع إسرائيل الانتصار على المقاومة، وبالعكس تكبدت إسرائيل هزائم أخلاقية إعلامية جسدية، جنود وضباط، لم تخرج عن أي أسير، ما زالت المقاومة متماسكة، وما زالت الحاضنة الشعبية الجماهير الشعبية لأهلنا في قطاع غزة متماسكة. ودعاية إسرائيل نتنياهو، الخبر بيقول أن نتنياهو يناقش مع بعض الدول العربية موضوع تهجير، طبعا هذا في الوهم، هذا في الخيال، هذا سارح، يعني مش ما بيدرك شو معنى أهل غزة ومقاومين غزة ونساء غزة وأطفال غزة اللي رفضوا على مدار 80 يوم التهجير، اليوم سوف يهاجرون. هذه الدعاءات باطلة. أنا أتحدث على أن ما يتم في أمريكا قد يكون الحديث عن سيناريو سياسي، لم تستطع أمريكا لحد الآن إيجاد سيناريو سياسي تفرضه على الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والمرجعيات الفلسطينية. أمس هناك إشاعات أو أحاديث تقول هناك مقترح مصري قدم للأمريكان، ممكن يقدم للإسرائيليين، حول تشكيل حكومة تكنوقراط تدير العمل في غزة والضفة الغربية بمعزل عن بدون أي مرجعية لسواء منظمة التحرير أو حماس، لأن أي حكومة سوف تدير أو نظام سياسي سوف يدير قطاع غزة. قطاع غزة جزء من فلسطين، جزء من الضفة الغربية والقدس، وغزة هي وحدة وطنية واحدة لا يمكن تجزئتها، ويقبل ولن يقبل أي فلسطيني مهما كان بكافة وسائل العمل الوطني والإسلامي تجزئة هذا الكيان السياسي. وبالتالي أي نظام سياسي سيحكم غزة بالطبيعة سوف يحكم الضفة الغربية والقدس، وهذا النظام سوف ومن المفترض أن ينال قبول كافة المستويات والمرجعيات السياسية والتنظيمية بما يشمل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركة حماس، بمعنى يجب أن يكون هناك توافق على النظام السياسي الذي سيحكم ما بعد الحرب. هذا السيناريو، ولكن هذا السيناريو حتى هذه اللحظة غير مقبول إسرائيليا وغير مقبول أمريكيا. وإذا تم اختيار حكومة أو نظام سياسي يمثل الضفة الغربية وقطاع غزة بتوافق الكل الفلسطيني، يتوج النصر الفلسطيني للشعب الفلسطيني وللمقاومة، ويعتبر خسارة وهزيمة لإسرائيل ومن وراءها من الإدارة الأمريكية النظام الاستعماري. نعم. الحديث سيد عدنان نعيم، أرجو أن تبقى معنا. نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا. الله
Thank you.